هم اللي دعوا مش هنقول مصر ولا اثيوبيا، هو اثيوبي لا مش اثيوبي. كل الاطراف بيقولوا نفس الشيء. لا 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 مش كل الاطراف، احنا عندنا صور يا شباب، عندنا صور يا حبيبي. ما فيش حاله، انا مش جاي اخذ موقف لاي حدا، بس ولكن انا جاي احل. انا عاوزين اوكي هلا هلا اسمعني بعد اذنك لا سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، واحنا بنحكي بالموضوع والشرطه ما كانش لها اي سنه وسنتين. شباب بعد اذنك لازم تعرفوا ان الشرطه مش بتدور على ايش، بتدور على الامن والسلام. الامن والسلام نعم جميل. خلاص يبقى كده ما تزعلش مني لما انا اعمل ايه، ما انت بتدفعني ان اعمل كده. الموضوع ابسط من هيك بكثير. اذا بدنا نحل المشكله في المشكله ما نقدرش نوصل لحل، وهذا يكون متفق عليه. في طلبات معينه، صار اللي صار. كنت انا بفضل سيدنا ينحكى معنا من قبل ما يصير. لا طول جابونا اسمعني ارد على النقطه دي. قبل ما اعمل الدهان ده اتصلت امبارح بعلاء، يا علاء الموضوع كذا، حطوا العلم. قال لي انا هرجع للداخليه وهرد عليك. رجع للداخليه رد عليا، قال لي لسه ما خدوش موقف، هتصل بالخارجيه. اتصل بالخارجيه قال لي هم يعملوا كونفرنس مع بعض وهردوا عليك. قلت له علاء هديك ساعتين، اتصرف امبارح. قلت له اتصرف يا علاء، انا هديك ساعتين وانا هتصرف بعد كده. قال لي هرجع لك تاني. ما رجعليش تاني، واضح ان هو ما عرفش، ما عندوش رد. قلت له خلاص بقى انا بقى ما باخدش خطوه غير لما بتصل بالشرطه او بتصل بقى. انت كنت موجود ساعه الحفله اللي كانت في قلعه داوود؟ سيدنا حكى للضابط اللي هو اللي ماسك كل شرطه القدس، قال له لو سمحت عندنا مشكله بتاعه العلم. قال له ما بس نقعد مع بعض ونحلها. ده من امتى؟ بقى له شهر ونص. يعني احنا مش لسه مين جاب ليها بنقول يا جماعه عندنا مشكله، لو سمحتوا حلوها لنا، عشان مش عاوزين يحصل مشكله. احنا عاوزين يبقى في امان، عاوزين نصلي، وعاوزين غيرنا يصلي. احنا عاوزينهم هم يصلوا، وانا عاوزهم هم عاكن عليهم. ممتاز جدا كلام. انا عاوزهم هم يصلوا زي ما انا عاوز اصلي. كلام جميل. طب بس اللي هو اللي بيفسد عليا لسه الكلام الحلو. احنا كمان بقدر اقولكم، انا حكينا مع الطرف الثاني. الله راد. ممكن اسالك سؤال؟ وان الله راد. اسالك سؤال، هو الدير اثيوبي؟ لا ابني بيحط عليه علم اثيوبي ليه؟ طول له بالك. الدير اثيوبي والله بدناش شباش. هو السؤال دير اثيوبي؟ الدير اثيوبي. انا بدي احل بين الطرفين. طب بس سؤال، رد لي على السؤال لو سمحت. الدير اثيوبي؟ لا مصر الدير. الله. هني بيدعوا، هني بيدعوا. مش احنا مش هنقول مصر ولا اثيوبيا. هو اثيوبي؟ لا مش اثيوبي. يبقى بيتحط علم اثيوبيا ليه جوا؟ ده مكان صلاه، ما تلاقي مالوش دعوه بالاعلام. صلي مالكش دعوه بالاعلام. ده اللي انا عاوزه. لكن هنحول المكان مكان وطني. انا هدهن الاسوار كلها اعلام. انا بمشي معك بهي النقطه. لذلك قعدنا مع الطرف الثاني، حكينا شو اللي عندنا، حكينا بالضبط شو الشيء المشكله الاساسيه والرئيسيه، شو اللي مخرب الموضوع. لذلك ان شاء الله في نقاشات وان الله راضيين. بس ايش اللي بطلبه منكم هلا؟ بطلبه منكم هلا ايش بده يصير؟ احنا مستعدين شباش. لما سيدنا موجود بدنا نسمع سيدنا. سيدنا هو اللي بيحكي. اخوان مع احترام لجميع كلكم حبايبي واصحاب. انت عراسنا شباب. تسلم لي داخل روحك. لذلك خلينا نصبر شوي، في بعد استغان نقاشات سيدنا. وان الله راض، وان الله راض راح كل يكون مبسوط. طيب كل الاطراف راح تصلي وتكونوا مبسوطين. هذا ماشي شباب. بدنا نسجلوا لكم بعد اذنك. شباش شباش شباش.
شباش انا حمامي سلام للجميع يا حبيبي حليته ولا شباش شو بده ينحل شباش الله راد رح ينحل شباش بدك تحل استنى خلوا اسمع شوي مش كل واحد يحكي له شباش حبيبي بدك تحل اخواني يابا عايزينك تحل خليك معي في وجوه سيدنا خلي سيدنا لحاله يحكي لانه الاشي اكيد يكون اضبط بدك تحل نعم بدك تحل نعم ونخلص كل ان شاء الله ينزل العلم والشرطه تتعهد انه ما يرجعش يا حبيب قلبي طول بالك ان شاء الله بسيطه ادعي لله احنا في مكان مقدس عظيم يلا الله راضي الله راضي حيكون خير هاي قاعد نستنى الشباب قولوا لي بيتكم وهات لي كرسي لسيدنا خلي سيدنا ان شاء الله ما تخلص بس شو بطل منك شويه تهدئه ماشي انا هدي هدي ان شاء الله هلا طولت السفر هلا هو